السلام عليكم خاوتي. أسعار المواشي ليوم 10 جوا 2023، اليوم السبت، أسعار مرتفعة جدا. إن شاء الله ربي يكون في عون الزوالي، لأنه الفلاحين تشكي بأنه كلش غالي، من النخالة والماكلة تاع المهم خوتي نخليكم مع الفيديو هذا، شوفوا اليوم كيفاش الفلاحين يحكوا واش رخاصهم، وشوفوا كيفاش السوق راه داير اليوم، غالي يشعل النار تشعل. فهي اذا قنعناه باش تكون من الرحيمين يرحمهم ربي. عاونوه شويه، نعاونوه باه نعاونوه، حنا باه نعلو وين راه نعلو. ما عندوش حدود، تسمى طالي راسو غالي فوق، حنا ما قدرنا نشرو ما قدرنا نبيعو. اخويا السوق شنا راه طالع شويه. السادة المشاهدون، صلى الله وقاتكم بكل خير بتاريخ يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر جوال سنة 2023، وتواجدنا حاليا بسوق ولاية المليعة ومعنا أحد الموالين لنتكلموا على حالة السوق اليوم. مرحبا أخويا. السوق، حالة السوق المواشي واش راه مقليها؟ الجفاف، أولا الجفاف، ثانيا قضية العلف. العلف الناس راه كاين اللي يديه مسكين مارشين وارد القنطار باش ينتج خروف، دير حسابك شحال ياكل في العام الخروف، شحال غادي ياكل في العام؟ راه 600، انا عارفين الخروف اليوم العلف راه فيه 600 300، يمكن فيها الخساره نتاع المواله. كاين العلف اللي يجي مقشوش، يجي فيه علف الدجاج كما نقولوا حنا، راهم يديروا فيه المواد تاع الشحمه نتاع العظم ويعلفوا الزويل يخلق المرض. كاين تولي الطبيب ثاني دير حسابك شحال الطبيب يعلف. ها هذه هي حاله المواله، والقلم غاليه الحقيقه. العلف بين واش النعجر، النعجر هاد الدور من الدور من 5.5 حتى ل 6. والخروف الخروف على حساب لاطاي حتى ل 11.5. الخروف على حساب لاطاي، كاين اللي راه 12 13 9 8.5. تسمى الزوالي ما فيهاش لايد. تما علينا وليه ربي. الحراق اللي كان ما نقولوا احنا السومه نتاعو ضعيفه، عاد اليوم طالعه الحراق راه في ثلث نتاع الاغنام. هل الحكومه ام الشعب؟ البزناسه ممكن، بصح الحكومه عندها ثاني مسؤوليه. على واش طلعت في العلف؟ في العلف مثلا الخاله ولا الشعير طلعت فيهم 600 700، بشحال يبيعوا؟ مثلا الخروف كيجيب من شهر عنده، كيوصل ربع شهر عنده كيلو شعير في النهار في اليوم، زيد الحشيش ولا تسمى شحال شحال. لا لا قام 20,000 في النهار، عند 20,000 في الشهر، اضرب 20 في البارت 30 دو فوا 3 6 تسمى شحال هذه؟ 600,000 600,000 بالشهر. ايوا بشحال رايح؟ هذا حشيش علف، بشحال رايح يبيعوا بعد 12 شهر؟ ايه عام. اون اني سافيد مع النو ما كانش، اسمحوا لي، مع النو ما كانش، مع المطر ما كانش، الجفاف كان الجفاف في كل في الجزائر، هذه هي السومه نتاعها. بالنسبه للغلاوات تاع هذا العام رانا ما شفناهاش كاع، هذه الغلاوات السنه. النعجه اللي كانت تدير 25 هاد العام راه دير 5 ملاي. الخروف اللي كان يدير 7 سنه راه يدير 12 13 14، كاع ما عندوش حدود. تسمى طالي راسو. غالي فوق، حنا ما قدرنا نشرو ما قدرنا نبيعو. لا لا لا. رانا السنه حاطين السلاح بعد. غلاوات الاعلاف، الشعير يدير 700,000. بوطه الفصار انا في بلادها دير 90,000 100,000. ما كان لا تدعيم لا حتى حاجه، التدعيم راهم يجيبوا فيه وحدهم، راهم ياكلوا فيه وحدهم. موالف يعطونا الزرع نعلف، وكاين شويه مبادرات من الدوله، السنه ما كان والو. تبن كان ب 25,000، السنه راه ب 50,000 في بلاصتو، يلحق هنا يقول لك 60,000. تسمى النص طلع. النص كل حاجه راه في النص، ما كانش الزوالي سنا لها. ولا زلنا في سوق المواشي يوم الجمعه الموافق للتاسع من شهر جوا لسنه 2023، يحضر معنا شيخنا الفاضل سي حميدات في كلمه حول حاله السوق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه. أنا لا أتكلم عن الأسواق والأسعار، وإنما أتكلم على سنة الأضحية. الأضحية سنة على القادر عليها والمستطيع، فالفقير والذي تجحف في نفقة سنته، مثلا عام وكي شراها العام 12 ومكسر مقدي وكل ولاده، سقط عليه. قال خليل: سنة لغير حاج بميناء، غير حاج بميناء ضحية لا تجحف.
اي ما تزحش به في عامه بكيدو النفقات على العام يعني. اذا كان كيشريها عامه وهو مكسر مولاقي به ياكل مولاقي به يشرب ما سقط عليه، فهي سنه في القادر عليها، والذي لا تزحف بعامه وهي سنه على المستطاع. تبدا من المعزي والضأن والبقر والإبل، كل واحد يشري قدره. مثلا الإنسان لا يكون ضعيفا فقير ويذهب مثلا الأغلى، هو ضعيف ويمشي يبدا يسوم للحاجة الكبيرة. عندك جوج ملاين روح جيه جوج ملاين، ما كانش سقطت عليك، سق هذا هو الفقه، سقطت عليك. من اذا كان عنده عائله ياكلوا مع بعض، بيهم وخاوك ياكلوا مع بعض وعائله ودم واحد وسكن واحد، يضحوا لا يشاركوش بالاجر في الثمن في الاجر، يضحي عليهم واحد ويدخل جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى النبي بكبشين املاحين يقرنين، قال هذا عني وعن اهل بيتي والاخر عن امتي. قال أبو أيوب الأنصاري سألوا كيف كانت الضحايا في عهد النبي، قال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته حتى تغالى تباهى الناس، فصارت كما ترى اليوم. إنسان واحد كل واحد على حساب قدره. احنا كل حاجة شوف نعطيك حاجة، حاجة الدين احنا ما نغبلوهاش، كل حاجة نطولوا فيها، الماتش نطولوا فيه 6 سوايع بالميطو بالوقت الإضافي ما ينويناش، السوق ما ينويناش، هنا رانا ما تنويناش، حاجة واحدة تنوينا، لا الخطبة طولت ولا الدرس ولا صلاة الجنة ثانية كبر روح نروحوا، هذه حوايج الدين دائما نشينا. أما حنا بلازما رانا نشوف عطنا في 12 و15 أش من 10 فيه هو هذاك البلازما، والأضحية راها يتقرب بها العبد لربه. وكي تجي تشري أضحية تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، هو دا يولدو مولا 8 سنين تقريب يكركر فيه بالمسلمين باقي يذبحوا، قال يا أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تفعل، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدنا إن شاء الله الصابرين، قالوا لا اذبح على روحك يا بي. ومن بعد يبقى يذبحوا، فلما أسلم لمن؟ لأمر الله وتلوا رجال كبو جاء تفكر ابراهيم باغي يذبحوا، حنا الحمد لله ربي بقى يذبحوا ولادنا، كان حنا نفرزده ولا نفرزده من ذبح انا. بارك الله فيك ربما. حنا نسولوا ايضا على الاضحيه، يعني رانا نشوف في السوق السنه والعام الماضي يعني راه دوبل فرق. نعم الاسواق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سعر لنا دينا البري، قال ان الله هو المسعر ذو القوه المتين، السعر هذا يعني يحكم فيه السوق، قد يتحايل بعض الناس، قد يكون اللي يشري ويبيع يزيد اكثر من القانون، ولكن هو ليس حرام. وانما الاشكاليه انه لا انسان ما يخشع المسلمين. نعطيك مثال في السوق ولعبوا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء برجل واعطاه دينار ذهب، اعطاه دينار قالوا اشتري لي اضحيه موال تاع دراهم، قالوا اعطاه دينار قالوا شري عيد. ذاك كان من الناس تاع التجار تاع يلعبوا في السوق، اشترى له به كبشين، شرى له جوج كباش بداك الدينار، ومن بعد شد الزين للنبي والاخر باعوه بدينار هاو النص، جا النبي عطاه كبشو هاكا كبشو وعطاه الدينار، قال منين جبتو؟ قالوا شريت به جوج، واحد شديته لك والاخر تبعته بدينار، فقالوا بارك الله فيك وبارك له. اذا الاسعار هذه صح حنا نقولوا التجار انت تاني دي واقنع في ايام العيد، اقنع له باش تكون من الراحمين يرحمهم ربي. ليس مساله الحرام والحلال، مساله الرحمه. الله يفك والانسان يعيط باللي طاق، باللي طاق يعيط، واحد تكفي على الاسره، ولا كان كل واحد قاعد يذبح، قال الامام مالك الشاة تكفي على الاضحيه على الواحد على البيت، واحب لي ان اذا كان قادر ان يضحي عن كل نفسي، ولكن انسان على المستطاع هي. وان شاء الله يبارك ربي في هذا السوق ويساوي الايام ويجيب لنا الدراهم اللي صدقوا نديروا الدراهم. زارنا في سوق مواشي بالمنيعه معنا الموال الاخ الكريم، اسم كريم. السلام عليكم. ايوه بسم الله ما شاء الله تبارك الله احسن الخالقين، نتمنوا من جميع المواطنين ان شاء الله يفرق.
هنا قال لك سيدي عطاو 5.5 الجملة 57 57 جملة ما شاء الله يعني الله يبارك يعني خرفان تبارك الله وافين 57 جملة ومازال السيد رئيس. والله يا ربي يشري معزه معزه ياسر عليه معزه ياسر عليه يعاون روحه شويه هذاك هو جاب 3 ملايين سلكتين يجيب ملايين عاونوه شويه نعاونوه بان نعاونوه حنا بان نعرفوا وين العلف وين العلف هات لنا العلف ونعاونوه حنا وين العلف وفرونا العلف نعاونوه باه جذب جذب العلف الله يجاه الشعير ياك راه نقول لك 600 وين راه انا شرك انا من رمضان من رمضان انا سلي من رمضان من رمضان انا شرينا عطاونا سلكه وبالعافيه وراه مريحين بحثنا البلدان راهم قال لك دوبلو وحنا رانا قعدنا بالليل فهمنا كما سلك الله يحفظك الحسن الله يحفظك الله السيد بسم الله حال السوق واش ندير لك كمال عندك هذا وراني جيت دخلت للسوق ما السوق ما على بالش ما كيف الامور كل واحد راه شي على طول عم باضي راه قاليه فرق كبير كثير يعني ممكن دوبل ماش قاعد دوبل هكذا سما كاين واحد زياده جوج ملايين جوج ملايين ونص هكذا ايه كاين بعض النعاج كاين في كاين على حساب السلعه كاين تكون سلعه يعني معلومه يعني زعما راه جبتو ما تاعها وكاين اللي ضعيفه كلش راه جبتو ما تاعها كل المهم يحسن عن كل جميع اللي مربي اللي مشتري كلش والامور ثاني ما التربيه تاع الغنم صعيب شويه يعني ما شاء الله تبارك الله قال لك هنا عطاو 7 جمله ماش بعد عم قرب الله يبارك على ليش الله يبارك يعني وافين 7 ومش بعيد هنا قال لك 4 4 وصار بعد شويه تبارك الله هذه قال لك 4 رمز ها مول مول الشيا هذا الموال يقول لنا كلمه هكا للساده المشاهدين على الحاله نتاع السوق الشعير راني نشري فيها انا ب 650 والفينيسيون نشري ب 800000 والنخال نشري فيها ب 500000 هذا هو المال اللي نبيعوا فيه مش لعك تاع راس مال بهذا الاسواق ان شاء الله يبدا سوا مو راس مال ايه راني والله مو لحق راس مال هذا الاسواق يعني 12 شهر وانت تعلف وتجري عندي هذا راه عندي في 13 شهر ايه دوايا ايه و 25 مليون دواء والعلف راه من ذاك الوقت راه كان واحد عندي واحد احنا باقي نسقسوك معليش باش ندو فايده هذا الشيء هادو تدوهم من الصحراء بلاصه النو كيما يديروا الفوق جماعه البيض احنا وانا ما ندوهم لا النو لا والو نقرسوه هنا ما عندنا لا صحراء لا لا لا, لا نو هنا كوري هنا عندنا برا في الفلاحه في الجنان نعلفوا ثم نوكلوا ثم نريح هذا مكان ورا نعلفوا ما خطاه لا مايس ما كنا يخطاه المايس تبن كل شيء كلاه التبن نشرو فيه ب 60000 والبوطان تاع المشروع ب 15 والشعير نشرو فيه ب 650 والفينيسيو نشرو ب 800 والنخاله 500 والنخاله 50 وين تلحقتها؟ الله تبارك الله قال لك اسدي صاب 8 وشحال باقي؟ باقي 12 الله يبارك ايوه وكابر هنا كابر هنا وزايد هنا وكلش وافي وافي الله يبارك ها هذا من السلاله اللي زينه صلي على رسول الله ايوه زين تاع السنه تاع السنه ربي باشا ايوه ايوه ان شاء الله ربي يجيب السوق شو. امين ان شاء الله يا رب مرحبا بك بارك لاباس ياك لاباس الحمد لله يوم حالة السوق حالة السوق راه السنة شوية ما راش لاحقين راه مدقدقين السنة راه مقلوا عنا العلف ب 700 650 النخالة مقطوعة ورا راك تشوف الحالة الأمطار ما كانش جيب قنيطرات نتاع خالة يدير لك عليهم بروسي هات الورقة نتاع نتاع الطريق وهاديك خمس قناط يدير لك عليهم بروسي واش باغي تجيب انت؟ ايه شكارة النخالة يفوتك عليها واش باغي تدير؟ حنا زعفنا زوالة قبل نطلقوا ونروحوا والله غير زعفنا خلاص حبسنا منها قبل نحبسونا راك تشوف الله يبارك الله يبارك لك يدير والمعاش كيدار واش انا خاسرين لا والله مانا لاحقين كاع اي وخلصه واحده يبدلك في العام يدير لك جرافيز ويحسب لك وكلش قال لي هنا خرجت لي اللجنه راك تشوف داروا لي الجرافيز وحسبوا لي عندي 400 خرجوا لي 150 راس قال لك كوره ما عطوهاش هذه عطوني 250 وسقسي يقول تعطوك عبد الكريم هنا في الفانسان خرج لي اللجنه من الناس يدي يشوف منا وعدل ديال الجرافيز ودي راك ما طيقوش عليها كي جينا الخلاص نحى 150 قال هذه راه كوره ما نعطوهاش صح عطاني 250 250 كيعطيك عليها شحال يعطيك عليها؟ عطاو لي 45 قنطار 45 قنطار واش مدات الدجاجه ما توكلش لك روح سقسي اليوم هاي اللجنه عندك هنا وروح شوف راه حابسه في الليره نتاع الزمله واش تمد لها انت؟
زعفنا خلاص يجيب قناطر مثلي لي من ورق له يقول اعطيني الفاتوره، فاتوره منين تجيبها انت؟ تولي خايف تتستل في الليل ما تمشي. كيف عايد يعني؟ ما يقدرك ولا مطار ما كاش والحاله حاله اودي والله يا شوف نقسم لك بالله راكي بنزف حقومه ما عطيكش تقوم عرفتني خلص وحده في العام خلص في العام بعد تكفيني انا جاج وما تكفياش لي. انا درك قال لك انا صحه باقي نحصوا ونديروا قفله وكلش وخلص قفله ب 5000 ونحصوا الطبيب ما نعرفش تخرج شحال تخرجوا منه. فات العام رانا من عام خلصه واحده صح اعطيك 45 قنطار في 400 شاء 150 قلت خرجها لك هذه قال لك الكوره ما اعطيهاش اعطيك 250. مين انت واش بعيد انت خلاص زعفت الزواج زعفت زعفت بلا الراعي هذا بلا الخدام تديها لولية البيض ويصبط لك وتديها وتقصر عليها ترونسبور وكلش وكل واحد متلهي بروحه والحق والحق يا ابن عمي يجي في الطريق يقول لك سيد هات لي باي واش عندك نخاله ولا فوته فوت زعفنا ولا قاعدنا نشوف الليل. في سوق المواشي يوم الجمعه بالمنيعة في اراء بعض اللي راهم يدورون هنا في السوق. سي حمو بوصبيع واش رايك في السوق هذا العام؟ يا خويا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا خويا السوق سنا راه طالع شويه طالع ايوا سنا نظن يا ودي اللي ما فوقش الراتب نتاعو من الخمسه ولا ما يظن عيد هذا المشكل ماناش عارفين كيفاش نقص الاعلاف انا قلت يعني اي هذه هي اي ما هيضنا ما هيضنا يلحق كي عات المعزه 30 33 وين؟ وين ذاك الحال؟ ما نظنش ايوا يقدرك ان شاء الله. واش الموالين يعني كلمك؟ واش ما الموالين هما روحهم راهم يعانوا العالف قلا وكل شيء قلا هما راهم يعانوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كما راك تشوف الاخ رانا في السوق انا نظن الاسعار ماهيش في متناول الزواليه كما نقولوا اسعار غاليه مقارنه بال يعني بالعوام اللي فاتوا خاصه العام اللي فات تقريبا الاسعار زادت 100% على الاخر ولا يعني النص تاع الاخر زاد ولا الدوبل اللي كانت ب 5 ملايين لاحق 9 ملايين 10 ملايين. النعجه اللي ما كانتش يعني تفوت 3 ملايين ولا تراي النعجه في 6 ملايين 4 ملايين ونص 5 يعني اسعار مش عارف درك احنا كشعب ما نش عارف شكون لومو الموال ولا لومو مانيش عارفين درك يعني المشكل وين راه لازم يعني الدوله تتدخل. كنا نقولوا بكري انه بالك المواشي تاع السلاله الافريقيه ممكن تكون اقل سنة راهي كنو الاسعار زايده راهي حتى السلاله هذه وراهي غاليه شويه يعني الكبش 6 ملايين 7 ملايين يعني فصيلة السيدة والفلان هذا يعني مش عارف لازم الدولة تدير حل يعني تشوف تراعي يعني الموالين تراعي الظروف تاعهم ثاني هما راهم يقاسوا ويعانوا وتراعي في نفس الوقت الظروف تاع الفلاح ولا المواطن البسيط. بارك الله. بسم الله. اخويا النعجة راها من 4 ملايين حتى 6 ملايين ونص 6 ملايين و300 6 ملايين 5 ملايين ونص. درنا ما كاينش كاع 4 ملايين هذه ولا 4 ملايين ما شفناش 4 ملايين 4 ملايين اللي راك عارف اللي حويه اللي راك عارف ما بطها على الحيط تلصق باقيه حاصله يسمى ولا النعجه من 4 ملايين ونص لهي. تمول ولا شاري؟ شاري. ايه وكانش ما نعاود حتى 100 ولا 200 الله قال بنعشي الوليده. صافي المسكين ما يلحقش. ما يلحقش المسكين والله المسكين ذاك الله قال ليه ربي وخلاص. لا اله الا الله. الله قال بمسكين. والله يوم حنت فيه الرجال المسكين والله. والله عندنا الفلاني قال لك 62 شحال قلت لي؟ 62 تبيع ولا 64 تبيع؟ ما شاء الله وافي تبارك الله يعني 2 قلت لي ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك الله يبارك. بعد قوم تلقى بز ركب وركب فوق البز ومشي يبان تبارك الله. ما شاء الله. شحال رقم التليفون تاعك؟ 06 66 73 49 44 هذا نمرو التليفون اللي باقي يشوف هذا الفلاني راه قال لك مولاه 67 64 64 تبيع 64 يبيع يلا ربي يجيب السوق ان شاء الله.